عليه اليوم والكاميرات تراقبه. أخيرا جاءت اللحظة التي ستشاهده فيها هذه الجماهير للمرة الأولى. ضغوطات كبيرة ستكون عليه بدون شك. حاليا يثبت بأن إضافة للفريق وأن يثبت أقدامه من الظهور الأول. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم، ليلة جميلة هنا والطقس رائع في ملعب المباراة. معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق مع المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لهذه البطولة التحضيرية. فريق شالكة ضد مانشستر يونايتد، كلا الطرفين يبحثان عن ختم دور المجموعات بأفضل طريقة ممكنة. الجماهير تدرك بأنها بطولة تحضيرية لكنها تعطيهم مؤشرات عن وضعية الفريق، عن نقاط القوة ونقاط الضعف، عن الانسجام والتفاهم، عن رب. الحكم يطلق صافرته لاحتساب كرة ثابتة خطيرة جدا، لم يتصرف بشكل سليم، كان بإمكان أن يسجلها في المرمى، لكن كرة سهلة في النهاية تصل لحارس المرمى. قرأها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. ضغط كبير عليه. يفقد الكرة. بيخلص الخطورة عن مناطق قريبة جدا. حارس المرمى يشارك للمرة الأولى ويخطف كل الأضواء هنا، بحاجة إلى إظهار جودته وتأثيره على الدفاع حتى يؤكد المدرب وللجميع بأن كان من الضروري التعاقد معه وأنه قاد بيعدي وبيمر بالكرة. هدف يأتي، مستحيلة هذه الكرة. الله على الجهد المبذول، الله على الإصرار. أي ضغط عالي كان في اللقطة الماضية، استخلاص الكرة ووضع الكرة في الشباك. مارتينيز، برونو فرنانديز، غرينوود، برونو فرنانديز. تدخل بشكل سليم، خلص الكرة، يستعيد الآن. يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. شالكة يسجل. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. برونو فرنانديز، غرينوود، مانشستر يونايتد يفقدون الكرة. استخلاص الكرة في مناطق الخصم. فهد المولد يأخذ الكرة في منطقة خطيرة جدا. افتكاك ممتاز للكرة. كرة بتغير اتجاهها إلى خارج الملعب، رمي التماس. مارتينيز، برونو فرنانديز. هجوم لمانشستر يونايتد. برافو للمدافع، خلص الكرة. من خلال الإحصائيات شالكة كان الأقل استحواذاً على الكرة. كما نعرف جميعاً الكرة تعترف بالأهداف وبالنتيجة النهائية وليس بأرقام الإحصائيات والاستحواذ. ما الفائدة أن تسيطر على الكرة وأن تكون متأخر في النتيجة وخاسراً للقاء؟ المهم هنا هو التقدم والانتصار. تيموثي ويا، فهد المولد يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر. ضغط متقدم على الخصم. هذه تصويبة فدائية كبيرة في هذه اللقطة. شوف اعتراض الكرة. فهد المولد، تصويبه باتجاه المرمى. اوهو،
سجل الهاتريك، أكمل الثلاثية، المباراة الخيالية المثالية الاستثنائية، مباراة غير عادية، يخطف الأضواء، كل الأضواء والأنظار. يا سلام على نجم الهاتريك اليوم. انظر إلى الإعادة، انظر إلى الهاتريك المستحق، شوف المهارة في التسجيل وشوف الرغبة الدائمة في زيارة الشباك. حتى وإن سجل هدفين فإنه بحث عن الهاتريك وسجله. دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. مارتينيز، الله على التصدي وإبعاد الكرة. مع نهاية الشوط الأول بهذا المستوى اللي شاهدناه بهذه النتيجة الكبيرة، واضح أن الفريق نجح في حسم نقاط. ينطلق الشوط الثاني ومعه يبدأ بحث مانشستر يونايتد على العودة في المباراة. ضربة حرة لمانشستر يونايتد. تيموثي ويا، يفقد الاستحواذ. آخر أخبار الميركاتو، نجح بروسيا مونشنغلادباخ في التعاقد مع لاعب جديد. الأندية بشكل عام تستغل هذه الفترة لتدعيم تشكيلتها بصفقات أيضا تضيف لها على مستوى الكروي. هذه هي فرصة هدف. مساحات كبيرة في الجناح، كان ممكن تكون فرصة على الطرف لكن المدافع تدخل. رائع في قراءة الفريق الخصم. بتضيع الكرة. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة وراح نشوف تغيير في الوقت القادم من المباراة. تدخل ممتاز من المدافع على الطرف. ممكن هجمة مرتدة الآن، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. أي رؤية، أي دقة، حطها في مكان. يا نعيم يا نعيم، الكرة في المرمى. أي لعبة، أي نهاية، هدف في منتهى الروعة. الآن أصبح الفارق كبيرا بين الفريقين، ولا أعتقد بأن هناك مجال للعودة في هذا اللقاء. اعتراض للكرة. عشرين دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. تبديل راح يكون في اللحظات القادمة، لكن بانتظار توقف اللعب. بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النظرة. يا رباه، تصدي ممتاز. يملك تمريرات ساحرة، نظرة كاشف الملعب، نادرا ما يخطأ. تيموثي ويا، فهد المولد يقطع الكرة في مكان خطير. رودريجو، مانشستر يونايتد يفقدون الكرة. كرة متاحة للتسجيل، حطها في المرمى. يا رب، الله على هذه الكرة، على الفن، على الإمتاع، على المهارة والإبداع. يا سلام يا سلام. مباراة كانت من طرف واحد والنتيجة توضح هذا تماما. أعتقد بأن الوقت قد فات على التعويض، لأن المباراة لم يتبقى فيها إلا القليل.
دفاع سيء. فرصة لوضع الكرة في الشباك. شجاعة كبيرة من الدفاع يتصدى للكرة. ضربة ركنية احتسبها الحكم. تدخل كان ممتاز في الكرة الأخيرة. تتحرك دكة البدلاء. نشاهد الآن المدربين وتغييرات في نفس اللحظة. تقترب المباراة من النهاية والجمهور لا يتوقف عن التشجيع. أجواء أقرب إلى الاحتفال لأن فريقهم قادر على أن يخرج من مباراة اليوم فائزا. كرة إلى خارج الملعب. ريمي التماس الآن ممكن يلعب لك كرة عرضية. حارس بقبضة يده يبعدها. ينطلق بالكرة نحو المرمى. الدفاع يفضل إبعاد الكرة بعيدا عن المرمى. والكرة بتتخلص لكنها تعود مرة أخرى للمنافس. والآن تأتي صفرة نهاية المباراة.